مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا فقها وعلما في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، سنبدأ بحول الله وقوته بشرح موجز مختصر للمنظومة البيقونية، وهي من أخصر المنظومات التي نظمت في علم من علوم الشريعة. حقيقة الأولى أن تكون المنظومة يعني تحتوي على الأقل على 200 أو 300 بيت على الأقل، حتى تأتي على الأبحاث الهامة والضرورية في مصطلح الحديث. هذه المنظومة البيقونية للعلامة عمر بن محمد البيقوني، المتوفى سنة 1080 للهجرة، المتوفى سنة 1080 للهجرة النبوية. هذه المنظومة أتت على بعض الأبحاث الهامة في مصطلح الحديث، وطبعا لم تتعرض للكثير من الأبحاث، لذلك إن شاء الله سنتعرض لبعض الأبحاث أيضا التي لم تذكر في هذه المنظومة من خلال هذا الشرح الموجز. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ نظمه وافتتحه بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه ورسائله إلى الملوك وإلى الأمراء ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الكتاب العزيز سوره مفتتحة بالبسملة، سوى سورة براءة سورة التوبة فهي غير مفتتحة بالبسملة. وقد وجه أهل العلم السبب في ذلك على قولين، فمن أهل العلم من قال إن سورة براءة لم تفتتح بالبسملة لأنها نزلت بالسيف والقتال، والبسملة فيها ذكر الرحمن الرحيم، فقالوا لا يتناسب مع السيف والقتال. هذا القول الأول، لذلك يقول الشاطبي في ذلك: ومهما قرأت الدهر سورة براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. هذا القول الأول. القول الثاني أن
معظم السور هي من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للآيات، ترتيب الآيات، فالآيات رتبها نبينا عليه الصلاة والسلام في مواضعها وفي أماكنها. أما بالنسبة للسور فمعظم السور أيضا رتبها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض السور التي كان للصحابة الكرام الاجتهاد في ترتيبها، بعض السور يعني قسم صغير من السور، ومنها هذه السورة، سورة براءة. فلم يتبين على وجه التأكيد والتحديد هل سورة براءة مستقلة عن سورة الأنفال أم هي تابعة لها، لم يتثبت من هذا أو في هذه المسألة أو في هذا الأمر، لذلك فصلوها عن سورة الأنفال ولكن من دون ذكر الفاصل ألا وهو البسملة، من دون ذكر الفاصل بينهما، لاحتمال أن تكون تابعة لسورة الأنفال. والآيات السياق والسباق يتناسب، هناك تناسب كبير ما بين الآيات سياقا وسباقا ما بين سورة الأنفال وسورة براءة. سورة براءة. المهم بعد ذلك المؤلف بدأ نظمه عمليا، افتتح نظمه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى كان يعقب ذلك بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وكذلك القرآن الكريم، الكثير من السور خاصة التي فيها يعني الأمور العظيمة التي تتعلق بخلق السماوات والأرض وما بينهما وغير ذلك، كانت تفتتح بالحمد والثناء على الله. وهذه سورة الفاتحة، سورة الحمد، أم القرآن، أم الكتاب، وافتتح بالحمد والثناء على الله تعالى. وكذلك سورة الأنعام، وكذلك سورة الكهف، وسورة فاطر، وسور أخرى. وربما عملا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ثبت أنه كان يفتتح كتبه ورسائله إلى الملوك والأمراء بالبسملة، ثم يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، ثم يذكر ما يريد ويبغي من خلال هذه المراسلة. ننبه على أمر ألا وهو الحديث الذي يعني اشتهر على ألسنة كثير من القصاص والوعاظ، ألا وهو حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر. فهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ورد بالحمدلة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أيضا أقطع أو أبتر، أيضا هذا الحديث الراجح أنه ضعيف وإن حسنه بعض أهل العلم، ولكن الراجح في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، والراجح أنه من مراسيل الزهري، الراجح أنه من مراسيل الإمام الزهري أحد شيوخ الإمام مالك. لكن ضعف هذين الحديثين أو ضعف الأول لا يعني عدم مشروعية
يعني البداءة بالبسملة والحمد والثناء على الله لثبوت ذلك من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمور معلومكم الطعام والشراب ودخول البيت والخروج من البيت ودخول المسجد والخروج من المسجد والذبح وما أشبه ذلك كل ذلك مبتدأ ببسم الله كل ذلك مبتدأ ببسم الله. فقال المؤلف أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى عقب ذلك بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وعلى أي حال أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة. ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة. إذن حينما نحفظ أو نقرأ لا نقرأ وذي من أقسام الحديث، ينكسر البيت أو الوزن ينكسر البيت، وإنما نقرأ بالوصل وذي من أقسام، تصبح هذه الهمزة همزة وصل، همزة وصل وليست همزة قطع. وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، أي عندنا هنا الأصل أن الهاء التي هي تصاحب اسم الإشارة محذوفة، والأصل وهذه من أقسام الحديث عدة، إذن ذي هنا اسم إشارة والهاء التي هي للتنبيه قد حذفت لأجل وزن البيت، ويصح دائما ذكر الهاء ويصح أيضا عدم ذكرها. إذن وذي أي وهذه من أقسام الحديث عدة، فأقسام الحديث أو أنواع الحديث متعددة. ابن الصلاح والنووي وغير واحد أوصلوها إلى 65 نوعا. لو رجعنا إلى مقدمة ابن الصلاح في علومه الحديث نجد أنه قسم أنواع الحديث إلى 65 قسما أو نوعا. ومن أهل العلم من جاء بعد ابن الصلاح وبعد النووي من زاد على ذلك، حتى ذكر الحافظ ابن حجر بأن من أهل العلم من أوصلها إلى تمام 100، ولكن قال أكيد أنه يدخل بعض هذه الأنواع في بعض، يدخل بعض هذه الأنواع في بعض. وكل واحد أي وكل نوع أو كل قسم من أقسام الحديث أتى أي ذكرناه وحده، والمراد هنا بالحد التعريف، والتعريف هو الإفصاح عن الشيء، الإفصاح عن الشيء بذكر حقيقته أو ماهيته. إذن وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، مثل ماذا حينما قال عرف المعضل كما سيأتي في الأبيات، ماذا قال؟ والمعضل الساقط منه اثنان. عرف المعضل بماذا؟ المعضل الساقط منه اثنان. لو قدمنا وأخرنا ما سقط منه اثنان فهو المعضل، هذا تعريف واضح، هذا تعريف واضح. لذلك قال وكل واحد أتى وحده أي مع تعريفه ومع بيان حقيقته وماهيته. نعود إلى قوله وذي من أقسام الحديث عدة. الحديث نوعان، أو علم الحديث نوعان، علم رواية وعلم دراية.
علم الرواية هو عبارة عن تحمل الحديث، أي أخذ الحديث وجمع الحديث عن الشيوخ عبر وسيلة من وسائل التحمل، عبر وسيلة من وسائل التحمل. إذن المراد بتحمل الأخذ عن الشيوخ، التي أشهرها وأصحها وأقواها هي السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، وأدناها الوجادة. أدنى أنواع التحمل هي الوجادة. أنواع التحمل ثمانية، أنواع التحمل ثمانية، سنأتي على ذكرها إن شاء الله. إذن إذا أخذ الطالب عن شيخ أو عن الشيوخ أخذ حديثا أو أحاديث بأي واسطة من أنواع التحمل، ثم ذكر أو أسند أو حدث بهذه الأحاديث، فهو من أهل الرواية، فهو من أهل الرواية. أما الدراية فهي العلم، العلم بالصحيح والضعيف من هذه الأحاديث التي أخذها عن شيوخه، والعلم بأحوال الرجال، والعلم بطبقات الرجال وبلدانهم الضعفاء والثقات، والعلم أيضا بالمدلسين منهم وما أشبه ذلك، وكذلك العلل وغير ذلك. إذن هذا القسم الذي هو المعرفة بأحوال الرواية والمرويات والرواة والجرح والتعديل والعلل وغير ذلك، فهذا النوع الذي يقال له الدراية. فبعض أهل العلم بالحديث من السلف الصالح كان يعنى بالرواية فقط، ما عنده يعني معرفة واسعة بالنسبة للدراية، كان من أهل الرواية. فمثلا عبد الرزاق صاحب المصنف هو الحقيقة راوية من الدرجة الأولى، وعنده ذاك المصنف الكبير في 10 مجلدات، وهناك قسم مفقود ضائع من هذا المصنف. نعم، فإذا هو من المكثرين وهو من أهل الرواية، ولكن ما عنده أو ما عنده مشاركة في علم الدراية، يعني ما كان عنده كلام على الرجال في الجرح والتعديل وعلى العلل وما هو شاذ من الأحاديث وغير ذلك. إذن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، رواية ودراية. الرواية عبارة عن تحمل وأخذ الحديث أو الأحاديث عن الشيوخ بواسطة من وسائط التحمل التي أعلاها السماع وأدناها الوجادة. أدناها الوجادة، ما المراد بالوجادة؟ كأن يجد التلميذ أو الحفيد مثلا أحاديث كراس فيها أحاديث بخط الأبي أو الشيخ، لكن لا أجازه هذا الأب أو هذا الجد أو هذا الشيخ بروايتها، ولا أخبره على سبيل اليقين بأن هذه الأحاديث من روايته، فهذا الذي يقال، هذا القسم يقال له وجادة. نعم، أولها الصحيح وهو ما اتصل. الآن بدأ المؤلف بأول أنواع أو أقسام علم الحديث. القسم الأول الذي بدأ به هو الصحيح،
بدأ به لأهميته، لأنه هو الغاية المنشودة وهو المراد. فالطالب حينما يدرس هذا العلم يدرس هذا العلم لكي يعرف الصحيح من السقيم، يعرف الصحيح فيعمل به، ويعرف السقيم أو الضعيف من الأحاديث فيترك العمل به، على الخلاف طبعا في الضعيف، على الخلاف في الضعيف الذي لم يشتد ضعفه في مسائل الترغيب والترهيب، هل يعمل بالأحاديث الضعيفة أو لا يعمل، نتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله. إذن ابتدأ بذكر الصحيح لأهميته ولمكانه ولمكانته، لأنه هو الغاية المنشودة والمرجوة، الحديث الصحيح. فعرفه بقوله وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن عرف المؤلف الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده، هذا الشرط الأول، وأنه لم يشذ ولم يعل، وأنه يرويه عدل، أي الرابعة، وأن هذا العدل يجب أن يكون ضابطا. فهذه خمسة شروط. إذن شروط الحديث الصحيح هي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة كان الحديث صحيحا، كان الحديث صحيحا، وكان صحيحا لذاته، لأن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين. طبعا قلنا المنظومة موجزة، لم يتعرض المؤلف لتقسيم الحديث الصحيح إلى قسمين، عندنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو ما استوفى هذه الشروط الخمسة، وأما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته، في الأصل هو حسن لذاته، ولكن بغيره رقى إلى درجة الصحيح، يعني وجد لهذا الحديث طرق أو شواهد فرقت به إلى درجة الصحيح، كحديث يرويه الإمام الترمذي عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو هذا صدوق، وإذا قال الحافظ في التقريب أو غيره عن رجل صدوق، أي هو حسن الحديث، يكون حديثه حسنا. إذا وجدنا في التقريب لابن حجر أو في كتب الذهبي يقولان أو يقولون عن رجل بأنه صدوق، فنحكم على حديث هذا الرجل الذي فيه رجل صدوق، نحكم على إسناد هذا الحديث بأنه حسن. أما الحديث الصحيح فينبغي أن يوصف راويهم بقولهم ثقة، بقولهم ثقة. أحيانا هناك وصف أعلى من الثقة، كأن تؤكد هذه الصفة بثقة ثقة، أو بمترادف ثقة متقن، ثقة حافظ،
ثقة إمام وما أشبه ذلك، يعني يكون في أعلى درجات الثقة والصحيح. إذن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين. صحيح لذاته هو الذي استوفى الشروط الخمسة التي ذكرناها، والصحيح لغيره هو حسن لذاته ولكن بغيره صار صحيحا. فمحمد بن عمر هذا صدوق حسن الحديث، ولكن هذا الحديث جاء من وجه آخر، أخرجه البخاري ومسلم من طريق آخر عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل صلاة. فحديث محمد بن عمر بمفرده حسن، ولكن بغيره صار صحيحا، تأيد بغيره فصار صحيحا. إذن نعود إلى توضيح الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف. الشرط الأول قال: اتصال السند. اتصال السند، عكس الاتصال ما هو؟ الانقطاع في السند. والانقطاع في السند متعدد، قد يكون الانقطاع في مبدأ السند، مبدأ السند أي أول السند يكون عند شيخ المؤلف، شيخ البخاري أو شيخ أبي داود أو شيخ الإمام مسلم. إذا سقط هذا الشيخ من الإسناد، فسواء سقط رجل واحد من السند أو سقط اثنان أو سقط كامل السند، فهذا الذي يقال له المعلق، الذي يقال له الحديث المعلق. لماذا؟ لعدم الاتصال بين الراوي المخرج الذي هو قلنا الإمام البخاري وبين شيخه أو من فوقه. أحيانا يسقط البخاري كامل السند فيقول مباشرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وأحيانا يسقط رجلا من السند، فالإمام البخاري مثلا ما أدرك الإمام مالكا، فأحيانا يقول الإمام البخاري وقال مالك وما أدركه، فهذا الذي يقال له تعليق. أحيانا يقول وقال الليث بن سعد، أيضا البخاري لم يدرك الليث بن سعد، وإنما يروي عنه بأكثر من واسطة. ومن هذه الوسائط عبد الله بن صالح المصري، وهذا الرجل كان فيه بعض الضعف وبعض اللين وبعض المناكير وقعت في حديثه، فهذا الرجل ليس على شرط البخاري. فإذا روى البخاري حديثا عن الليث بن سعد أحيانا يقول وقال عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد، وأحيانا يسقط هذا الرجل. أيضا نأتي إلى تفصيل ذلك. المهم السقوط في أول السند أو مبدأ السند الذي هو عند مؤلف من المؤلفين أو عند مصنف، هذا يقال له تعليق. والسقوط من آخر السند، السقوط في آخر السند، أين آخر السند؟ عند الصحابي، عند الصحابي. السقوط في آخر السند يقال له المرسل، يقال له المرسل. فإن سقط رجل واحد من وسط السند، لا من مبدأ السند ولا من آخر السند، فيقال له المنقطع. إذن إذا سقط رجل من وسط السند فيقال لهذا الإسناد منقطع. فإن سقط اثنان على التوالي، إن سقط رجلان من الإسناد على التوالي أي متتابعان أو متتابعين، نعم، فهو المعضل. من أهل العلم من اشترط أيضا أن يكون السقوط في وسط السند حتى يكون التمييز والتفريق بين المرسل وبين
المعضل بين المرسل وبين المعضل. ومن أهل العلم من لم يشترط ذلك، من أهل العلم من لم يشترط ذلك، حتى لو كان السقوط كما قلنا كالإمام مالك حينما يروي بعض الأحاديث بلاغا التي يقال لها بلاغات، فأكيد سقط التابعي وربما أكثر من تابعي وسقط الصحابي. فيجوز على هذا التعريف أن نطلق على ما يرويه مالك بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن نصفه بالمعضل، لاحتمال أن يكون سقط رجلان فقط وربما يكون أكثر من ذلك. المهم الذي صار إليه المتأخرون أنهم ضبطوا ذلك حتى يميزوا الحديث المعضل عن المرسل وعن المعلق، فقالوا فيه سقوط رجلين من وسط السند، سقوط رجلين من وسط السند على التوالي. فإن لم يكن السقوط متواليا فيقال فيها منقطع من موضعين أو في موضعين، منقطع في موضعين. إذن الشرط الأول يجب أن يتحقق في صحة الحديث، الشرط الأول هو اتصال السند، فيخرج بذلك كافة أنواع الانقطاع، كافة أنواع الانقطاع. فمثلا حينما يروي البخاري حديثا يقول حدثنا القعنبي، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث متصلا بلا خلاف، هذا الحديث متصل. فإذا توفر الشرط الأول توجب شرط ثاني، ألا وهو أن يكون رواة هذا الحديث أن يكونوا عدولا. لذلك قال يرويه عدل ضابط. إذن هناك فرق بين العدالة وبين الضبط، هناك فرق بين العدالة وبين الضبط. ما هي العدالة ومن هو العدل؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل الفاعل للأوامر والمجتنب للنواهي، الفاعل للأوامر الإلهية يعني والمجتنب للنواهي والمبتعد عن خوارم المروءة، والمبتعد عن خوارم المروءة. فإذا توفرت هذه الصفات في رجل فهو عدل، فهو عدل. إذن العدل هو المسلم البالغ العاقل، قلنا الفاعل للأوامر والنهي والتارك للمنهيات، ولو قلنا المتقي لله، ولو قلنا المتقي لله الذي يخاف الله ويخشى الله، المعنى واحد. حتى لو عبرنا عن ذلك بقولنا وهذا ما تستخدمه العامة، المحافظ على دينه أو الملتزم بدينه، كلها إن شاء الله يعني ألفاظ متعددة لمعنى واحد، لمعنى واحد. نعم، الفاعل للأوامر التارك للنواهي ما نهى الله عنه ورسوله، المبتعد عن خوارم المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة هي فعل ما يمدح عليه الإنسان من قبل الله أولا ومن قبل الناس. إذن المروءة فعل ما يمدح عليه هذا الفاعل من قبل الله ومن قبل الناس. ومن أهل العلم من عرف المروءة
بقوله هي تعاطي المرأة ما يستحسن، تعاطي المرأة ما يستحسن. فمن مكارم الأخلاق الكرم، الشجاعة، المروءة، النخوة، إغاثة الملهوف، إعانة الضعيف، الغيرة على أهله، على نساء المسلمات بشكل عام، فهذا كله من المروءة. خوارم المروءة على خلاف أو نقيض هذه الصفات، على نقيض هذه الصفات. ويضاف إليها أيضا من خوارم المروءة عند المحدثين ما يخرم المروءة التواجد في الأماكن المشبوهة مثلا. فالإنسان لو تواجد في أماكن مشبوهة، نوادي ليلية وما أشبه ذلك، هو ما دخل إلى هذا المكان، وربما لا يريد طبعا أن يدخل أصلا، ولكن تواجد المتقي لله ما ينبغي أن يكون في مثل هذه الأماكن، ولا المواعيد، ولا أن يتواجد في هذه الأماكن. نعم، مصاحبة الأشرار والفساق أيضا، مع أنه طبعا لا يعمل عملهم ولا يريد أن يعمل عملهم، هذا يعد عند المحدثين من خوارم المروءة، مصاحبة الفساق، مصاحبة الأشرار، التواجد في الأماكن المشبوهة وما أشبه ذلك. إذن الشرط الثاني لصحة الحديث أو مشروط الحديث الصحيح هي العدالة. الشرط الثالث الضبط، والضبط هو حفظ ما يحدث به المحدث، حفظ ما يحدث به المحدث من أحاديث سواء كانت قليلة أو كثيرة، من حين يسمعها من شيوخه إلى أن يؤديها لطلبته وتلاميذه، هذا إن كان يعتمد على حفظه. وهناك حفظ صدر أو ضبط صدر، وهناك حفظ كتاب أو ضبط كتاب. فلا يشترط إذا كان يكتب، لا يشترط عند كثير من أهل العلم أن يحفظ هذه الأحاديث، ولكن عليه أن يحافظ على هذا الكتاب الذي كتبه عن شيوخه من حين كتب هذه الأحاديث إلى أن يؤديها للتلاميذ وللناس، هذا إذا كان يعني يعتمد على كتاب. فمن المحافظة على الكتاب أن لا يعيره لغير ثقة، فلا يجوز أن يعيره لفاسق أو لمبتدع، لأن هذا المبتدع ربما أدخل في هذا الكتاب أحاديث مكتوبة أو موضوعة. وكذلك الفاسق لا يؤتمن على الدين، فربما أدخل بعض الأحاديث التي ليست من يعني حديث هذا الشيخ وليست من هذا الكتاب، يقلد خطه والحبر الذي يكتب به هذا الشيخ مثلا، وربما يستطيع أن يدخل عليه بعض الأحاديث. لذلك مطلوب من المحدث إذا كان يحدث من حفظه إلى أن يمر على التلاميذ أن يحفظ هذه الأحاديث دوما من حين سمعها من الشيوخ إلى أن يؤديها للتلاميذ. فإن كان يعتمد على كتابه فأيضا عليه أن يصون كتابه وأن يحفظه، فلا يعيره لفاسق أو لمبتدع لأنه قد ينقص في كتابه هذا من الأحاديث ما ليس من حديثه.
إذن الشرط الثالث هو الضبط. قد يقول القائل الأصل في العدالة، لماذا يعني ما كانت العدالة والضبط كانت يعني شرطا واحدا؟ الحقيقة هناك فرق بين العدالة والضبط. قلنا العدالة هي التقوى لله، الخشية لله، ولكن هذا الشيخ قد لا يعتني بالحديث ولا يقوم به، إما لا يذاكره وإما لأن ذاكرته ضعيفة. ربما يكون الشيخ عنده حرص على مذاكرة الحديث ولكن ذاكرته ضعيفة لا تعينه، كالذي يحفظ القرآن مثلا، يقرأ سورة البقرة على شيخ، فمن أهل العلم من يتقن هذه السورة ويحفظها كالفاتحة، وآخر ربما يعني يغيب عنه بعض الكلمات أو بعض الآيات، وآخر ربما يعني ينسى نصف السورة أو ربع السورة وما أشبه ذلك، مع أنه في الأصل حفظ كل هؤلاء الثلاثة وهؤلاء المجموعة حفظوها عند شيخ واحد أو أكثر من شيخ. إذن الضبط لا بد منه، لا علاقة للضبط في مسألة التقوى والصلاح والعدالة. لذلك الإمام مالك يقول أدركنا في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد العظيم في المدينة دار الهجرة، أدركنا رجالا، يعني معنى الكلام بلغوا مرتبة من التقوى والصلاح، ولكن ما كنا نأخذ عنهم الحديث لأنهم ليسوا من أهله. إذا الإمام مالك فرق بين التقوى وبين الحفظ والضبط والإتقان. قال مالك: فلما جاءنا الزهري وهو في سن الشباب، بالنسبة لهؤلاء الشيوخ الكبار، ازدحمنا على بابه. فلما جاء الزهري وهو شاب، طبعا رجل، وهو أسن من الإمام مالك بأكثر من 30 سنة، لكن بالنسبة للشيوخ الكبار الذين أدركهم الإمام مالك كانوا في سن 90 و100، قال ازدحمنا على بابهم. إذن الشرط الثالث هو الضبط. ثم قال: عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نعود إلى المؤلف، طبعا أثناء التعريف لأجل النظم قدم وأخر. الأصل كما ذكرت أن يكون الترتيب: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. بهذا الترتيب عرف الشروط الحديث الصحيح ابن الصلاح ومن بعده ومن قبله. نعود إلى قوله: ولم يشذ أو يعل. طبعا الحديث الشاذ سيأتي في هذه المنظومة، عرفه المؤلف بقوله كما سيأتي: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. وما يخالف ثقة فيه الملا، أي الملا، هنا الهمزة مسهلة، ستأتي طبعا هذا البيت سيأتي. إذن وما يخالف ثقة فيه الملأ، مراد بالملأ الجماعة، المراد بالملأ الجماعة. إذن إذا الثقة خالف في حديثه جماعة من الثقات، فنحكم على حديثه بماذا؟ بأنه شاذ، ونحكم على رواية الجماعة بقولنا المحفوظ، فنقول رواية الجماعة هي المحفوظة، ورواية فلان المخالف لهم شاذة. مأخوذ من أصل اللغة، الشذوذ هو الانفراد والخروج عن الصف أو عن الجماعة، عن الصف أو عن الجماعة. مثال على ذلك: الإمام الزهري عنده تلامذة كثر وكلهم جبال في الحفظ والإتقان، فلو
جماعة من أصحاب الزهري رووا عنه عن سالم عن عبد الله بن عمر حديثا موقوفا عليه من كلامه. مالك ابن جريج، معمر مثلا، الأوزاعي، الليث بن سعد، حماد بن زيد وغيرهم كثير من أصحاب الزهري رووا حديثا جعلوه من كلام ابن عمر موقوفا، ثم خالفهم أحد أيضا تلاميذ الإمام الزهري ألا وهو خلينا نقول سفيان بن عيينة، فروى هذا الحديث بهذا الإسناد عن الزهري أيضا عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة وقفت الحديث وجعلته من كلام الصحابي، وسفيان بن عيينة وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم خالف هؤلاء الجماعة ورفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبماذا نحكم؟ نحكم بالصواب والصحة لرواية الجماعة ونقول هي المحفوظة، ونحكم على تفرد ابن عيينة برفع هذا الحديث بأنها شاذة. وقس على ذلك لو هؤلاء الجماعة أيضا رووا هذا الحديث مرسلا عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابي، ثم خالفهم واحد من الثقات فذكر ابن عمر في أثناء السند فصار الحديث متصلا، فبماذا نحكم؟ نحكم بالشذوذ على رواية من رواه أو تفرد بوسط الحديث، ونقول الصواب في هذا الحديث أنه مرسل. هذا الاختلاف في وصل حديث وإرساله أو في وقف مرفوع أو رفعه. أيضا هناك قسم ثاني من الشاذ، أن يتخالف ثقتان، الآن مو ثقة مقابل جماعة، يتخالف ثقتان وأحدهما أثبت وأحفظ من الآخر، كان يتخالف مالك مثلا مع ابن عيينة في حديث عن نافع، فمعلومكم بالشكل العام مالك أحفظ وأضبط ويقدم عند الخلاف مع ابن عيينة على ابن عيينة أو على معمر أو على الأوزاعي، وله مزية أخرى الإمام مالك أنه من أثبت الناس في نافع، إضافة إلى ضبطه الشامل والعام هو من أثبت الناس في نافع مولى ابن عمر، فلو خالفه معمر أو خالفه ابن عيينة في حديث كما قلنا مالك وقفه والآخر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنحكم برواية مالك أنها المحفوظة والصحيحة والرواية الثانية هي الشاذة. طبعا يا إخواني نحن حينما نذكر يعني نذكر قواعد عامة وهي يعني تأصيل، وإلا فلكل قاعدة شواذ، فكثير من الأحاديث قد تكون رواية ابن عيينة احتفت بقراء أخرى، هناك ما شهد لرواية ابن عيينة بأن الصواب رفع هذا الحديث، كأن يشاركه يعني بعض الرجال ولو كانوا دون درجة الثقة، صدوق مثلا وما أشبه ذلك، ويكون لهذا الحديث الذي رفعه ابن عيينة يكون له شواهد عن صحابة آخرين، فهذه قرائن ترجح أحيانا رواية ابن عيينة على مالك، ولكن كما ذكرنا نحن نذكر قواعد عامة وهي ينبغي أن تكون هي أصل، ولكن هناك ما يخرج عن القاعدة وترجح رواية الأقل ضبطا على رواية الأكثر ضبطا. إذن هذا الشذوذ ولم يشذ أو يعل، ما هي العلة؟ العلة لها معنيان، العلة لها معنيان، لها معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام
يعود إلى الجانب اللغوي. فالعلة هي الضعف والخلل، الضعف والخلل في أي شيء من الأشياء، حتى في الأجسام والأجساد. حينما نقول فلان فيه علة، نعم، أي فيه مرض أو فيه ضعف في جسدي في أي مكان. إذن هذا المعنى اللغوي. أما في الاصطلاح فالعلة، أو الحديث المعل، قال ابن حجر وغيره، هي عبارة عن سبب خفي، عبارة عن سبب خفي تقدح في صحة الحديث، تقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهره السلامة من ذلك. فهذه هي العلة. يعني العلة في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، لا تكون إلا خفية، لا تكون ظاهرة. فعلى ذلك العلة لا يكتشفها إلا كبار الأئمة والنقاد سلفا وخلفا. فالضعف الواضح والبين يكتشفه المبتدئ والمتوسط. فمثلا لو أنا قلت لكم الآن، معلوم لديكم الزهري تابعي صغير، الزهري تابعي صغير، ولد سنة 60 أو قيل سنة 57 أو بعد ذلك. ولو قلت لكم الزهري عن أبي بكر الصديق، يروي مباشر عن أبي بكر الصديق، فالكل يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قديم الوفاة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، توفي سنة 13، فإلى سنة 60 بون شاسع. فالانقطاع بين الزهري وبين أبي بكر الصديق على تعريف علماء مصطلح الحديث لا يعد علة، لأنه انقطاع ظاهر، انقطاع ظاهر وواضح وجلي، يظهر للمبتدئ وللمتوسط وللمتمكن. لذلك العلة يجب أن تكون خفية ولا يكتشفها إلا كبار الأئمة من السلف، من المتقدمين، ومن المتأخرين، ومن المعاصرين، من يعنى بعلم الحديث ويجتهد فيه ويتخصص فيه، فهذا ممكن أن يكتشف هذه العلة أو هذه العلل في هذه الأحاديث. نعم، نعيد الأبيات. أولها الصحيح وهو ما اتصل. إذن أول أقسام الحديث أو أنواعه وأشرفها هو الحديث الصحيح، وهو عرفه بما بعده فقال ما اتصل، أي الذي اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أيضا ننبه على أمر آخر، عندنا العلة نوعان، في عندنا علة قادحة وعلة غير قادحة. عندنا علة قادحة بأنها مؤثرة، يعني إذا دخلت على حديث جعلته ضعيفا بعد أن كان من حيث الظاهر، كان في الظاهر كان صحيحا. فعندنا إذن علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة أكيد عرفناها. العلة غير القادحة، أي غير المؤثرة، لا تؤدي إلى ضعف الحديث، كإبدال ثقة بثقة في السند. في بعض الأسانيد أخطأ أحد الرواة، فبدل أن يقول في حديثه الذي رواه عن عبد الله بن دينار، قال عن عمر بن دينار. عمر بن دينار ثقة حجم رجال البخاري ومسلم، وعبد الله بن دينار ثقة حجم رجال البخاري ومسلم. فإبدال ثقة بثقة في هذا
الإسناد أو في هذه الرواية غير قادح وغير مؤثر. أما المشكلة لو كان أبدل هذا الرجل برجل ضعيف، يعني الصواب في هذا الحديث أنه من رواية الرجل المجهول أو الضعيف، ثم أخطأ أحد الرواة فوهم وذكر هذا الثقة. طبعا الحفاظ والنقاد وأئمة العلل يصوبون أن هذا الحديث إنما لفلان ذاك الضعيف أو المجهول، ومن روى أو جعله فلانا الذي هو كما قلنا الثقة فهو خطأ. فإذا صوبوا أن هذا الحديث من رواية ذلك المجهول أو الضعيف، فهذه علة تقدح في صحة الحديث وتنزل مرتبته من الصحيح إلى الضعيف، من الصحيح إلى الضعيف. كم باقي من الوقت؟ خمسة وثلاثون دقيقة. طيب، هل المثال عن العلة؟ نعم، هل المثال عن العلة الخفية؟ العلة الخفية قلنا حينما عرفوها بأنها سبب خفي تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. كيف ذلك؟ كيف تكتشف الحقيقة؟ العلماء غالبا كانوا يكتشفون العلل من خلال جمع طرق الحديث ورواياته. حينما يجمع إمام من الأئمة طرق حديث وروايات هذا الحديث، يعرف بأن هذا الحديث ينبغي أن يكون من حديث أهل المدينة، من حديث أهل المدينة. هكذا رواه الثقات، وهكذا رواه المشاهير من أهل العلم. فإذا جاء رجل من أهل خراسان وأتى بإسناد صحيح، نعم، وخالف هؤلاء الثقات المشاهير في هذا الحديث، هذا الحديث كما قلنا مخرجه عبر علماء أو محدثي المدينة. وخلينا نقيد أكثر، هذا الحديث يعرف بأنه من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر. فلو جاء رجل كما قلنا من بلد آخر وليس على درجة عليا من الثقة والإتقان، فروى هذا الحديث وجعله عن أبي هريرة مثلا، أو جعله عن عقبة ابن عامر، أو عن عبد الله ابن مسعود وما أشبه ذلك، فالنقاد سرعان ما يحكمون على هذا الحديث بأنه حديث خطأ، وأنه حديث معل أو معلل ولا يصح. أيضا الأمر آخر، خلينا نكون المثال أقرب، قلنا حينما روى الزهري حديثا عن أبي بكر الصديق فالانقطاع واضح بينهما، الانقطاع واضح بينهما. فإذا روى أحد المتعاصرين حديثا عن الآخر وما تعاصرا وأمكن أن يلتقيا، ولكن اكتشف بالدليل الواضح أنهما يعني ما التقيا، أو أن هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ الذي هو فوقه، هذه علة خفية لا نستطيع أنا وأنت وكثير من الناس أن يكتشف هذه العلة. من يكتشفها؟ نبحث في الكتب فنجد في كلام البخاري أو في كلام أبي حاتم الرازي أو أبي زرع الرازي أو الإمام أحمد نص يقول فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، يعني وإن تعاصرا وحتى أحيانا ولو التقيا
عرفنا. في أكثر من ذلك، هناك ضوابط عند الأئمة، بعضهم يقول فلان لم يسمع من فلان سوى 4 أحاديث أو سوى 5 أحاديث. هناك نصوص أحيانا عن شعبة ابن الحجاج وعن غيره بمثل ذلك. فلو وجدنا هذا الرجل الذي أخذ عن هذا الشيخ كما قلنا 4 أو 5 أحاديث حديثا سادسا وسابعا وثامنا وعاشرا، هذه الأحاديث لها علة، لكن من الذي اكتشفها في الأصل؟ ذاك الإمام الكبير، ذاك الإمام الكبير. أنا طبعا ابتعدت عن ما يستخدمه الكثير من المحدثين، يقولون في الحديث الذي له علة معلول، يقولون فيه معلول. قال ابن الصلاح يعني من أهل العلم من المحدثين من استخدم ذلك، ولكنه ضعيف من حيث اللغة، ضعيف من حيث اللغة. لذلك أكد كلام ابن الصلاح الحافظ العراقي في ألفيته، في ألفية الحديث، وقال وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. وسم ما بعلة مشمول أي شملته العلة معللا ولا تقل معلول. إذن الأفصح قال ابن الصلاح وبعده النووي أن تقول معل أو معلل، أن تقول هذا حديث معل أو معلل، أو تقول له علة، أو تقول له علة. نعيد الأبيات عودا على بدء. قال المؤلف أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة. لاحظتم كيف قرأت بإلغاء الهمزة التي هي قطع من أجل المحافظة على وزن البيت، والنون في من ضبطت بالسكون لعلها ضبطت أيضا، هي خطأ ينبغي أن تفتح. إذن وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الآن أنهينا الكلام على الحديث الصحيح من حيث الشروط. إذن الحديث الصحيح هو ما استوفى هذه الشروط الخمسة، ما استوفى الشروط هذه الخمسة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني ألا وهو الحديث الحسن، الحديث الحسن. فقال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. إذن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هكذا عرف المؤلف يعني الحديث الحسن، وهذا التعريف غير دقيق، يعني حتى يعني من تقدمه الخطابي مثلا فيما نقله ابن الصلاح عنه أيضا عرف الحديث الحسن، فعرفه بهذا المعنى، فتعريفه ما نال القبول عند العلماء. كذلك الترمذي عرف الحديث الحسن، عرف الحديث الحسن في آخر جامعه في كتاب العلم، ولكن الترمذي عرف نوعا من أنواع الحديث الحسن، عرف نوعا من أنواع الحسن ألا وهو الحسن لغيره، يعني هو ضعيف كما هو واضح من كلام الترمذي، عرف الحديث ضعيف في الأصل ولكن بسبب طرق أو شواهد صار حسنا. فإذا حقيقة تكلف كثير من أهل العلم في تعريف الحديث الحسن فما كان هناك نجاح، ولعل السبب في ذلك أن الحديث الحسن هذا القسم
لم يكن يعني يعرف في عهد المتقدمين. كان المتقدمون يقسمون الحديث إلى قسمين، البخاري، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، من قبله، كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: مقبول ومردود، صحيح وضعيف، أو صحيح وغير صحيح. أكثر عبارات البخاري حينما يسأله تلميذه الترمذي عن أحاديث فيجيب على الفور ويبين في كثير من الأحايين، فيقول: هذا حديث صحيح، هذا حديث غير صحيح، أو ليس بصحيح. عرفنا الإمام الترمذي هو يعني أول من شهر هذا الاصطلاح، بمعنى أكثر من استخدامه حتى صار مشهورا. الترمذي هو أول من شهر الحديث الحسن وأكثر من استخدام هذه اللفظة. أما قبله يعني وقع أحكام نادرة عن الإمام أحمد أو عن غيره أنه نص على حديث بأنه حديث حسن أو إسناد حسن، ولكن نادر جدا. الإمام الترمذي هو الذي يعني شهر هذا المصطلح، ثم جاء من بعده فأيضا استخدموا هذا الاصطلاح، البغوي ومن قبله ومن بعده أيضا أكثر من استخدام هذا الاصطلاح. فأحسن شيء يعرف فيه الحديث الحسن أنه مستوفى، هو مستوفى شروط الصحيح، هو مستوفى شروط الصحيح إلا أمر واحد، وهو أن أحد الرجال، قد يكون واحد أو أكثر، خف ضبطه. إذن أن يكون أحد الرجال في هذا الإسناد، أحيانا يكون واحدا أو ربما يكون أكثر من واحد، نقص ضبطه قليلا، فهذا الحديث إذا كان كذلك من رواية الرجل الذي نقص ضبطه أو قل ضبطه نحكم عليه بالحسن، نحكم عليه بالحسن. وقلنا لو رجعنا إلى كتب الجرح والتعديل، خاصة يعني ما دونه المتأخرون، لأراحونا من العناء في البحث والكشف عن ذلك. فإذا رأينا في كتب الجرح والتعديل، كتب الرجال لابن حجر وللمزي والذهبي وابن كثير وغيرهم، قالوا عن رجل ثقة فحديثه ينبغي أن يكون صحيحا. طبعا إذا استوفى سائر الشروط أن يروي هذا الثقة عن ثقة مثله إلى منتهى شروط اتصال السند، عرفنا، مع عدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا وجدنا في هذه الكتب وصفا غير ما ذكرناه ثقة، وجدنا كلام هؤلاء يعني في هذا الرجل أو في وصفه يقولون صدوق أو صدوق يهم، صدوق له أوهام أو أخطاء، صدوق يخطئ، يعني هذه العبارات عند الجمهور تدل على أن أخطاءه قليلة، أن أخطاءه قليلة، أوهامه كثيرة، فهذا عند الأكثر يحكم على حديثه بماذا؟ يحكم على حديثه بالحسن. طبعا قد يشذ عن هذه القاعدة بأن ابن حجر أو بأن الذهبية قد أشار إلى أنه له أوهام أو له أخطاء أو يهم أو يخطئ، ففي حالات نادرة ربما يكون هذا الحديث ضعيفا، ربما يكون هذا الحديث ضعيفا، لكن بقرائن، لكن بشكل عام، بالشكل العام على القاعدة، من وصف بأنه صدوق فنحكم على حديثه بالحسن.
طيب هذه إذا كانت يعني هذا الوصف إذا كان مصحوبا، قلنا صدوق، بلفظة أخرى كما قلنا صدوق ليهم، صدوق له أفراد، صدوق يخطئ، له أوهام وما شابه ذلك، المختار أن حديثه من نوع الحسن. طيب أحيانا تكون كلمة صدوق مصحوبة بمفردة أو أكثر من مفردة تدل على أن ضبط هذا الصدوق مختل جدا، فبماذا نحكم؟ قال نحكم على حديثه بالضعف. فمثلا لو وجدنا في ترجمة الكثير من الرجال يكون ذكرهم كما ذكرنا، قسم آخر يقول فيهم ابن حجر أو غيره صدوق سيء الحفظ، صدوق كثير الخطأ، صدوق فاحش الوهم أو الخطأ وما أشبه ذلك. إذن نفهم من ذلك أن كلمة صدوق تساوي العدالة، أي هو عدد، وكلمة كثير الخطأ فاحش الوهم كثير الوهم يساوي الضبط، أي ضبطه مختل جدا، ضبطه مختل جدا. فعند ذلك نحكم على هذا الحديث بالضعف، نحكم على هذا الحديث بالضعف. فإذا وجدنا لهذا الصدوق سيء الحفظ متابعا، أو وجدنا له شاهدا عن صحابي آخر ولو كان ضعيفا، رقى بحديث هذا الرجل إلى درجة الحسن، إلى درجة الحسن. وإذا وجد له طرق أكثر وشواهد رقى به إلى درجة الصحيح، يعني هذه الطرق أو هذه الشواهد الضعيفة إذا كثرت تصبح صحيحة. هذا في قول كثير من أهل العلم وخاصة من المعاصرين في أيامنا. أما الحقيقة على ما قعده ابن حجر في نزهة النظر فيدل كلامه على أن الحديث الصحيح أي لغيره لا بد وأن يأتي ولو في إسناد واحد بمفرده أن يكون حسنا، ثم يوجد له طرق وشواهد يرقى إلى درجة الصحيح. أما إذا في الأصل ليس في هذه الأسانيد أو هذه الشواهد ما هو حسن لذاته على الأقل، بأن كانت هذه الروايات كلها ضعيفة، فالواضح من كلام ابن حجر أن هذا الحديث يرقى إلى درجة الحسن فقط، يرقى إلى درجة الحسن فقط ولا يرقى إلى درجة الصحيح. وإن كان حتى الحافظ ابن حجر يعني لم يعني يستقر على هذه القاعدة، فقد حكم بصحة الكثير من الأحاديث وهي ضعيفة من جميع الوجوه، وهي ضعيفة من جميع الوجوه، وهو الذي عليه المتأخرون والمعاصرون في أيامنا من الشيوخ، يأتون إلى كثير من الأحاديث فيجمعون طرق هذا الحديث وشواهد هذا الحديث، فإذا وجدوها ضعيفة يعني متعاضدة غير شديدة الضعف يعني حكموا بصحة هذا الحديث أو بصحة هذه الأحاديث. إذن نعود إلى البيت، قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. قلنا هذا التعريف في عليه مآخذ، سواء تعريف البيقوني أو حتى ما عرفه به الخطابي. قلنا كلام الترمذي يتنزل على الحديث ضعيف الأصل، ولكن عرف الحسن لغيره، أي بغيره صار حسنا، بغيره صار حسنا. وأما ابن الصلاح فأيضا رحمه الله تكلف في تعريف الحديث الحسن، تكلف في تعريف الحديث الحسن من رجع يعني إلى مقدمته، فسيجد أنه أطال يعني ذكر في تعريف الحديث الحسن
ما يزيد على 3 أو 4 أسطر فيكون على ذلك خرج عن القاعدة. في الأصل في التعريف أن تكون بعبارة أو بعبارات موجزة، يعني لا تزيد على بضع كلمات. أما أن نعرف الحديث الحسن بسطرين أو 3 سطور أو 4 سطور فهذا خرج عن القاعدة، خرج عن القاعدة، والله تعالى أعلم. الآن يعني نقف هنا إن شاء الله، أخذنا الحديث الصحيح والحسن، إن شاء الله الدرس الآتي نتابع في الحديث الضعيف.